معاني والله معها كثير مع هالطفلة لأنها مريضة بسبب يعني ما تعرف لا أمها ولا أبوها ولا حدا منهم. إيه وهيك بقول لك والله يا أختي. بال 2013 اعتقلوا ابني مرشد الجيش، وظلت هالطفله الصغيره هاي عندي عمرها 8 اشهر هم اعتقلوا ابوها، وانا عم ادير بالي علي وعم يعني اربيه، وامها كانت صغيره يعني عمرها 16 سنه. وبعد ما رحت هيك الطفله صارت تعاني كثير يعني ومرضت علي، فرفحت هيك وصار مع ضمور بالدماغ، واخذتها على المشفى وعالجتها، ضليت شي سنتين ثلاثه عالجها، 4 سنين تقريبا واكثر. والحمد لله وضعها الحمد لله صح يعني ماشي حال منيحه، بس ما تحب لا ضجه ولا صوت ولا شيء. ما تعرف لا امه ولا ابوه ولا حدا، وهذا يا اختي اللي صار معنا، وعم نعاني والله هلق بسبب يعني امه وابوه تعاني كثير الطفله، وتتحسس من حكيها او يصيح فيها او شيء تتحسس وتقعد تبكي. هيك صار معنا.